بنات، شنو احوالكم؟ ان شاء الله الصحه بخير، ان شاء الله يا ربي يداوم علينا نعمه الصحه. ان شاء الله لاباس عليكم، وان شاء الله العائله الكل بخير. مرحبا بكم من جديد معايا في وصفه خفيفه بنينه تعمل 66 كيف. اليوم البنات حبيت نستغل بواقي الاكل، يعني اكل الماكله اللي تفضل عنا الكل هذيك ما يلزمناش نطيشوها، خاطر نعمه ربي حرام، يلزمنا نستغلوها في اي حاجه. مثلا انا اليوم خممت نعمل بها سندويتشات، ما همش مكلفين بما انه فواضل الاكل اللي باش نطيبوا بها كالبواقي حاجه سهله وبنينه ويحبوها الصغار. حاصل انا خذيت هاني 300 غرام فرينه دقيق ابيض، عجنتها وعملتها كويرات كيما هكا طريه كيما ترى هايويني، خلينا نغطيها بالبلاستيك. وهذايا فرماج جبن رابي غروير، وهذا شويه زيتون سلايس، وهذه هريسه عربي تهبل ريحتها، نودي كل نشهيك هيك هريسه عربي مخدومه في الدار، وهذا شويه معدنوس، وهذا شويه بطاطا نتاع مرقه زعره فاضله عندي هاني استغليتها باش نعمل بها سندويتشات. حاصل كل شيء من اللي فاضل في الفريجيدير لميته كل ما بعضه، وحبيت نعمل بها السندويتشات هذه، وحبيت نشارككم الوصفه. هاكا كان عجبتكم البنات تجربوها باللي متبقي عندكم في الدار، وتكتبوا لي عاده في الكومنتار كان جات بنينه. وما تنساونيش كالعاده في الاشتراك في القناه وفي اللايكات وفي الكومنتارات المزيانه. وتو نتوكلوا على الله بسم الله في الوصفه نتاعنا. باش ناخذ من الاول على الرخامه لهنا نحط شويه زيت، العجينه مانيش باش نحلها بالفرينه، راني باش نحلها بالزيت. بسم الله هاكا شويه زيت نعمل كيما هكايا، ونحط القريصه نتاعي. بسم الله ها هي بسم الله، نحلها بالقلقان بالكدا بالكدا، ونرجع لكم البنات كيفاه باش نحشيها وكيفاه زاد باش نطيبها. توا البنات باش ناخذ طريف الهريسه العربي بعد ما حليت ورقه العجينه، هاكم تراو فيها كيفاش رهيفه الرخامه تظهر من تحت منها. توا نشد في الوسط لهنا ونطليها هكايا بالهريسه، حاجه غير مكلفه وسهله ماه ريناها البنات باه. توا بعد ما طليت هذه بالهريسه نحط شويه بطاطا. بسم الله كعبات بطاطا، الصغار يموتوا على البطاطا الفريت. توا شويه زيتون سلايس هاكا باه. توا شويه معدنوس بسم الله هاكا، تنوشها منا ومنا من اللي موجود عندك في الدار، لا مكلف ليهم يحزنوا. وتوا تجوا جبن رابي اللي عنده جبن تريونجل زاده فوق الهريسه يعمل طاليه بجبن تريونجل، تجي زاده نودك ولا نشهيك هكا تشبه السوفلي وتشبه ساندويتش ملاوي هكا بين البينين. حصيل بسم الله اهو كنثنيها توا هكايا، ونسكرها بالكدا بالكدا بشكل الحشوه ما تخرجش شكل فارس. بسم الله، وحضرت الطاجين نتاعي على النار يسخن، نحطها طيب وحده وحده، نكمل خواتها ونرجع لكم البنات. عارفش نحطها توا في الطاجين نتاعي. بسم الله كتهزها بسهوله كيما السوفلي، كيما السوفلي. بسم الله نحطها هكا هكا، النار واطيه قليله باش يطيب من داخل الحشو، هو طايب الحشو هنا يعني العجينه الداخلانيه تطيب. هاي البنات نكمل ونرجع لكم صحن التقديم بالقدر. البنات هاكا كيفاش يطيبوا، لكن نشوفهم بيض كيما هكايا خاطر العجينه راهي هذيا بلاش خميره، فيها كان ماء وملح. تصب الكيتا زيت وتمشي بالفوشه هكايا على البلايص الكل لين يتزيتوا، من بعد تقلبها على الوجه الاخر وتعاود نفس العمليه. نوريكم الكعبه هذه كيفاه. بسم الله كولت تلمع بالزيت. توا بسم الله تقلبها على الوجه الاخر هاكا، وكالعاده تعملها رشه زيت ها، صب الكيتا في الوسط ها وتمشي عليها هكايا كلها، وهاكا تتفقدها وحده وحده لين تطيب بحول الله. وهذوما البنات الساندويتش نتاعنا كي حضر، شوفوا ما شاء الله اللهم صل على النبي هاكا اللمعه وهاكا اللقه، وما نحكي لكمش على البنه اللهم صل على سيد الخلق. بحاجات بسيطه في الدار متوفره عنا بالبواقي اللي موجوده في الثلاجه الكل، نجمنا نعملوا ساندويتشات خفاف لذاذ بنان. شوفوا ما شاء الله اللهم صل على النبي تبارك الله، خفيفه خفيفه تهبل. ان شاء الله البنات تجربوها على الطريقه هذه باش تستحفظوا على البواقي نتاع الاكل وما تطيشوهمش خاطر نعمة ربي حرام. وان شاء الله
تكتبوا لي في لي كومونتير كان عجبتكم، وما تنساونيش في الاشتراك في القناة واللي لايك والبرتاج، وبارك الله فيكم ويرحم والديكم ويعطيكم الصحة. إلى اللقاء وإن شاء الله في فيديو آخر قريب.